السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران وبالضبط في منطقة أرزيو لنعرفكم على الأشغال تاع التوسعة نتاع ميناء أرزيو واللي سوف يخلق يصبح ميناء دولي، يعني للبضائع لشحن البضائع، يعني منفصل على الميناء اللي نعرفوه الميناء تاع أرزيو نتاع المحروقات نتاع تصدير المحروقات. إذا فيه مشروع لتوسعة هذا توسعة الميناء الصغير، ميناء الصيد اللي كان موجود، إلى ميناء تاع شحن البضائع. إذا والأشغال راهي سايرة، ونخليكم تابعوا الآن الفيديو اللي يفصل هذه الأشغال. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بالنسبة للمشروع الثاني وهو يعني مشروع كذلك جد هام وذو بعد وطني كذلك، وهو إعادة تهيئة يعني ميناء أرزيو، هذا الميناء هذا اللي نعول عليه كذلك في المستقبل إن شاء الله، من حيث خلق حركية وديناميكية اقتصادية للاستيراد والتصدير، بعد ما كان يعني في سابق عهد تقريبا مخصص وفقط للمواد البترولية ومشتقاتها، يعني تطور العمل تاعه واصبح يعني ساهم في العملية تاع التصدير والاستيراد، وتم الإنجاز العديد من المنشآت على مستوى هذا الميناء. اليوم فيه كذلك عملية تاع يعني إعادة الاعتبار لهذا الميناء هذا، وخلق ورشات جديدة كورشة صيانة وبناء السفن، وكذلك يعني البلاتفورم كذلك كونتينر والعديد من المنشآت الأخرى. نسبة الأشغال اليوم يعني حوالي 6%. كسيد وزير النقل تفضل يعني بوضع الحجر الأساسي إلى زيارة الوزير في نهاية الشهر الماضي. كل يعني باش يعني الصعوبة هي في انطلاق تاع الورشة، وكان لنا حديث مطول مع مجمع شركات الإنجاز اللي هي كوسيدار والصيديين، وكذلك مكتب دراسات والقائمين على الورشة، وعطينا مجموعة من التعليمات من أجل تسريع يعني وتفعيل الورشات على مستوى يعني هذا الميناء هذا. وكان فيه يعني التزام ووعود من طرف القائمين من أجل مضاعفة الجهد، خاصة أنهم يعني نقدر نقولوا بلي باش تغطاو يعني المرحلة السابقة، وهي المرحلة تاع الانطلاق وتثبيت الآليات، وكذلك وضع مخطط الورشة انطلاق تقريبا في كل الورشات. فنظن بلي باش التعاون تاعهم يعني والالتزام كذلك باحترام الأجل التعاقدية 14 شهر من أجل يعني انتهاء من ورشة يعني إصلاح وبناء السفن، وهذا نظن باش يعني هي التوصيات اللي كان عطاها السيد الوزير خلال الزيارة تاعو. كذلك بالنسبة لبلاتفورم كونتينر وباقي الورشات نظن كذلك الأمور تسير يعني على قديم الوساق. طلبنا منهم تفعيل كذلك يعني 3 في 8 يعني تشغيل بثلاث دوريات خلال اليوم، من أجل يعني تسريع العملية وأن يكون فيه كذلك دائما نشاط على مستوى هذه الورشة. فمجمل ما نقول أن هذه المشاريع هي مشاريع يعني استراتيجية ذات بعد وطني جد هامة بالنسبة لنا والقطاع الاقتصادي سواء على مستوى وهران أو بالنسبة للوطن بكامله. ونحن سنسهر يعني بصفة دائمة ومستمرة، نصبنا لجنة